بعد ما اطلعها هركب السن زي ما انتم شايفين كده، زي ما انا ماسكاه من فوق من غير ما المسه من تحت ولا المس بداية السرنجة، واتأكد ان انا قافلاه كويس جدا عشان وانا بشيل الغطا ما يخرجش معايا في الغطا. اتأكد ان انا قافلاه كويس وانا بشيل ما يخرجش معايا النيدل. كده احنا جهزنا الحقنة. نيجي بقى للتقسيم العضلة. انا عندي من فوق كده عظمة الفخذ، من هنا كده هسيب 70 بعد عظمة الفخذ. عظمة الفخذ اهي، هحط 70 بعدها، ودي عظمة الركبة او المفصل هحط 70 بعدها. يبقى انا اصبح عندي الجزء اللي في النص ده المسموح لي اعطي فيه. طبعا هندي في الجزء اللي في النص للخارج مش للداخل، لان زي ما احنا متفقين لو هنعطي في المكان الداخل ده بيبقى فيه شرايين واورده مش هينفع نعطي فيه، فيا اما هنعطي في النص من فوق في الدايره من فوق كده، يا اما للخارج، والافضل يبقى للخارج زي ما انا هدي دلوقتي. التعقيم مسحه في اتجاه واحد او مسحه بشكل دائري، وانا بعطي همسك المكان اللي انا هعطي فيه وهثبت ايدي وابدا ادخل بلسان. بعد كده اسيب العضله واثبت بايدي السرنجه، ايدي اللي كنت ماسكه بيها اثبت بيها السرنجه عشان الايد التانية اعطي بيها. دلوقتي بقى قبل ما اعطي الدواء لازم اسحب لورا اشوف لو خرج معايا دم بشيل السرنجه، لو ما خرجش مفيش حاجه خرجت اهي بدي السرنجه ببطء. مفيش حاجه خرجت دلوقتي هبدا ادي بقى السرنجه. بعد كده بقطعه شاش ناشفه معلهاش كحول احطها مكان سن السرنجه وافضل ضغطه لمده دقيقه. طبعا ده عشان اتجنب اي تورم او زرقان مكان الحقنه.